إيمان صلاح راه غنية عن تعريف مديرة مهرجان فلاور فاشن وصاحبة شركة سباروكوم وكذلك مديرة أعمال، وكذلك أنا زميلة ديالكم في الإعلام والصحافة. تفاجأت نهار الخميس بواحد السيارة كانت كتعقبني في شارع حسن الثاني بالمقربة من المنزل ديالي من نوع داستر اللي كانوا فيها ثلاثة الأشخاص. هذوك ثلاثة الأشخاص اللي اضطروا أنهم يقطعوا الطريق ديالي ونزلوا ليا وجروني وديمارات الطوموبيل وجار ليا يديا، وهذاك اللي كان اللور حاول يشدني من اللور، منين ما نجحش انه يشدني من اللور حشاكم تفليا في وجهي ودازت. انا الحمد لله خديت الماتريكيل ديال الطوموبيل، عيطت للشرطه اللي بالدور ديالها قامت بالخدمه ديالها وتعقبت السياره حتى شدوهم في اونيفو ديال الصابليت فين كاينه الفاك دور. منين شدوهم الشرطه تما داك الثالث لاد بالفرار وحجزوا عندهم البراسليه اللي كانوا حيدوا ليا من يديا. الوغ انا كنتفاجئ ملي مشيت للمخفر ديال الشرطه باش ندير المحضر ديالي بالعائلات ديال هاد الضحايا، هاد العائلات ديال الضحايا اللي جاوا لعندي وكيطلبوا فيا وكيرغبوني وكيزاوقوني، ولادي باقين كيقرا ولادي كدا ولادي، وراك عارف حنا في المجتمع المغربي للاسف ما خصناش نبقاو نديروا التنازلات. راه عمرك دير التنازل راك كتساهم انك تخلق مجرمين، اي ولفوا ديك القضيه التنازل. وطلبوني وديري ما ديري لنا التنازل والله يرحم والدي ونبوس لك طراف رجليك. وايفيكتيفمون نط انا كمواطنه عاديه كمواطنه ثانيه انا ام ندرت لهم التنازل. ملي درت لهم داك التنازل ديالهم فالحمد لله انه القانون واخا الانسان كيدير التنازل فكيبقى الحق العام، يعني رغم ذلك بقاو دوك الناس معتقلين. وانا رغم ان دوك الناس معتقلين وكيجيو يطلبوا فيا كنت مستعده انني فهمتيني التنازل ونطلب على دوك الوليدات. فكنتفاجئ انا كندور بطوموبيلتي فكنتفاجئ بهذاك الثالث اللي كان هارب اللي هو في الاصل عنده الصوابغ. كنتفاجئ ان الناس اللي مخبين هذاك الثالث هما هاد العائلات اللي جايين كيطلبوني، هاد العائلات اللي كيقولوا الله واش الله سبحانه وتعالى كيقول لك مجرم تخبيه، الله سبحانه وتعالى كيقول لك والقادمين الغيظ، ولكن كذلك قال لنا وعليكم بالقصاص. انا هذوك الناس كون قتلوني ديك الليله شنو كان يوقع ليا؟ كون يتم ولدي فيا، علاش هاد المسائل كامله؟ دونك كنتفاجئ ان هذوك العائلات اللي كانوا كيطلبوني هما اللي مخبين داك الدري، تو سامبلومون مخبينو لحقاش عنده صوابق واصلا روشيرشي، يعني سكيفي لا تقدم عند القاضي وهو عنده صوابق وروشيرشي، يعني كلشي غينزل. هما قالوا بهذا التنازل ديال هاد السيده نبقاو مخبين الاخر على ما يخرجوا ولادهم من الحبس عاد يبينوا الاخر. يعني انا غنكون ساهمت في ان بنت واحده اخرى تكريسه، ان واحد شخص اخر يتكريس، لا ما يمكنليش نساهم في هذه المساله. وانا اليوم جيت للمحكمه، جيت باش نحضر الجلسه ووكلت المحامي ديالي اللي هو في الطريق ان شاء الله لهنايا باش نحيد داك التنازل، وكنطالب باقصى اقصى اقصى العقوبات لهاد الاشخاص لانهم مجرمين وانهم ما عندهمش الضمير بتاتا. حيت انا ملي كنرجع كنفكر مع دماغي ما كنعش كنقول كون مت واحد مديماري الطوموبيل وشد لك يدك، كل مت على شنو الفرق بيني وبينهم؟ وفي الاخر كيجي ويقول لك الله اكبر الله، راه الله سبحانه وتعالى عرفت، راه عرفت احنا كلنا مسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لك اللي ولد شي واحد يقابله، الله سبحانه وتعالى قال لك تربي وليداتكم. ما يمكنش انت اليوم مخرجه لنا مجرم للمجتمع يتعرض لبنات الناس، يكريسي بنات الناس ياك، وتجي لعندي انا تبقي تبكي عليا وتطلبي فيا ونتعاطف معاك وندير لك التنازل وتنوضي تخبي مجرم. هنا عرفتي الشمته اللي كنحس بها دابا اكثر من الشمته ديال انني تعرضت للسرقه والعنف حيت ثقت في الناس. و فوالا هذا هو المحور، ومازال غنعطيكم التجديد. فانا الان ما غنتنازلش، وانا الان غنطالب بالحقوق المدنيه ديالي، وكنشكر بزاف الشرطه وعندي ثقه كبيره في القضاء. وحنا عارفين باللي هاد النوع من هاد المشاكل ولاو كيخلقوا واحد المشكل خايف في المجتمع ديالنا، حيت الناس ولاو كيخرجوا وخايفين من جنابهم. وشكرا بزاف للصحافه اللي كتواكب هاد القضيه. شكرا.